الموضوع اللي بدي احكي عنه حقيقة هو الموضوع عن تقييم العقم الذكري، كيف بنقيم العقم الذكري بشكل رئيسي. طبعا ما في كونفليكت اوف، بتعرفوا يعني، بس لنتذكر سوا انه تعريف العقم هو عدم حصول حمل بعد سنة من دورات، يعني دورات او حياة جنسية بدون سفر. يعني اذا واحد خلال هالسنة سافر جوزها مثلا، بتلاقي بتجينا احيانا بعد سنة ومسافر جوزها 9 شهور منه ما انا محسوبة. اذا بعد علاقات زوجية منتظمة، طب بعض الحالات نضطر نبكر اذا في مشكلة واضحة، يعني مثل انقطاع طمث، واحد عامل عملية على الجهاز التناسلي، او عمر متقدم. هون ما في داعي نستنى سنة، بنكون عم نضيع على المريضة، او عندها نقص مخزون مبيض واضح. اذا في مشكلة واضحة ممكن ما ننتظر حتى حصول سنة. مثل ما بتعرفوا العقم الذكري هلا هو يعتبر يعني من اكثر اسباب العقم. طبعا الاحصائيات مختلفه حسب، يعني وسطيا اذا اخذنا بشكل 50% من اسباب العقم، اذا اخذنا العقم الذكري المنفصل او المشترك مع المشكله المناعيه. هلا الاسباب العقم الذكري عديده مثل ما لاحظين، بس بشكل عام ممكن نقسمها لثلاث اقسام رئيسيه. هل البريتستيكولار هي ما قبل خصيويه، وخصيويه وبعد خصيويه. ما قبل خصيويه طبعا اسبابها عديده، ممكن تكون بشكل عام مثل قصور الوطاء على سبيل المثال، قصور الغده النخاميه، بعض الامراض النفسيه اللي ممكن تثبط. اذا كل ما يتعلق بما قبل الخصي هذا ممكن يعمل لنا مشكله بتشكل النطاب بشكل عام، وتندرج ضمن بعض الامراض الوراثيه مثل متلازمه كالمان، بعض الشغلات النفسيه اللي بتاثر على الانتصاب اللي ممكن تعمل احيانا العقم. اذا كل شيء ما قبل. هلا الخصيويه طبعا هي رينج واسع، اهم كل شيء بسموه عقم افرازي او مثل انعدام نطاف افرازي بندرج ضمنه، حتى بما فيها المتلازمات الصبغيه مثل واي ديليشن، مثل كلاين فلتر، سواء الموزيك ولا التام بيكون عنده انتاج نطاف بالمراحل الباكره. فينا نخفف الضوء هذا بس اذا ممكن. اذا الاديات الخصيه، الانفتال الخصي، كل ما يتعلق بالخصيه. هلا البعض خصيويه صفت شغله سهله، هي عباره عن انسداد سواء على مستوى البرمخ او غياب الاسهر، مثل متلازمات مثل السيستيك فيبروسيس. اذا بشكل عام هالثلاث اقسام الرئيسيه هن تصنيف الاسباب. الاسباب واسعه كثير مثل ما بتعرفوا. هلا التشريح ملاحظين هو يعني بتبين الجهاز التناسلي الذكري بسيط تشريحيا، بس هو بيخفي حقيقة جهاز كتير معقد. هلا بنشوف اكثر من 2000 جيني بتشترك بتشكل النطاف، منهم 30 على الصبغي واي. اذا هو يعني عملية وبيشترك فيه. وإذا لاحظنا نطاف أثناء تشكلها بتمر بمرحلة ماتوريشن بالبربخ، الماتوريشن المبدئي بيصير بالبربخ، لذلك إذا أخذنا نطاف خصوية ما بتلقح لحالها، بيتأثر بالجينيتكس بالعوامل الوراثية مثل ما قلنا 2000 جيني، وبالإبي جينيتكس أكثر شيء كلكم هلا بتسمعوا بالتشظي الـ DNA والتأثيرات اللي خارج ما بتكون موروثة، هي وراثية بس غير موروثة، هي ما يسمى الإبي جينيتك. إذا طبعا الكاباسيتيشن مثل ما بتعرفوا وين بيصير بشكل نهائي، بالجهاز التناسلي الأنثوي. إذا معناتها عندنا ماتوريشن أولي بيصير بالبربخ، الثانوي اللي هو نفسه الكاباسيتيشن بيصير، الأولي بيصير في عبارة عن حوادث الكاباسيتيشن، النضج بدون الماتوريشن بدونه ما بصير إلقاح. الكاباسيتيشن هو نزع هالمعطف، يعني بتطلع النطفة كأنه فيها سدادة أمان. الكاباسيتيشن هو نزع المعطف الجلايكوبروتيني مع بروتينات بلازما المنوية اللي بتكون على النطفة، اللي هي عمليا بتوقف عمل بتوقف الإلقاح. إذا ما انشالوا مثل كيف الواحد بصير صمام الامان لحتى تشتغل، هي نفس الشيء، ما بتشتغل النطفه الا اذا شالوا هدول الاثنين اللي هو عمليه الكاباسيتيشن. وبالاخصاب المساعد بنساويها بالمخبر، حتى بالاخصاب المساعد ما بتلقح بشكل طبيعي الا لنعمل الكاباسيتيشن بشكل عام. اذا ملاحظين عمليا هالنطفه عباره عن خليه متخصصه، ملاحظين الدي ان اي تبعها بيتعرض، لانه اذا بدنا نحن نعبر موروثيا لموضوع الرزم الدي ان اي، عمليا الارخاء هالدي ان اي لحتى يصير في تعبير ببعض المحلات لبعض
المورثات، وعمليه الرزم الشديده ممكن تخفي لنا التعبير المورثي. لاحظين رغم انه خليه صغيره فهي متاثره جدا او متخصصه جدا، وبعد ما طلع مثل ما لاحظين عمليه الاوميكس تكنولوجي او عمليه الجينوميكس. هلا صراحه الجينوميكس عصر بلش يروح، صار عصر البروتيوميكس اللي هو التحكم بالتعبير المورثي المنتج. يعني هلا قبل انحكى كثير في المرحله السابقه عن الجينوميكس وعن تحليل المجين وعن خلص، هلا صار مشبع بالدراسات. هلا كل العالم متجه نحو البروتيوميكس اللي هو يتحكم بالتعبير المورثي لجيني معينه لحتى يغير، يعني يغير من صفات المرض والمعالجه ومن التاثير خاصه بالنسبه للنطاب بشكل رئيسي. انا يعني هي كمقدمه اوليه. هلا كيف بدنا نحسن الاوتكم تبع العقم الذكري؟ اول شغله لازم نحسن اول شيء بالتقييم اللي هذا راح نركز عليه اللي هو موضوع محاضرتنا، تقييم العقم الذكري او تقييم التشخيصي. اثنين نحسن صحه النطاف، النطاف ممكن يكون عدد طبيعي وحركه طبيعيه بس ما أنا وظيفيه، هلا بنشوف نحسن عمليه تقنيات الالقاح، واخر شيء العمليه اذا كان عنده عقم ازدادي طريقه سحب النطاف او بذل النطاف القصي نشوف شو احسن شيء ممكن تقدم لنا خدمه. هلا اربع شغلات هيك ممكن نحسن الاوتكم المنتج او نتاج العقم الذكري. هلا طبعا هالثلاث شغلات الرئيسيه ما راح اتعمق فيها. اول شغله القصه السريريه مهمه جدا بالنسبه للعقم الذكري، اذا المريض اخذ رضع قصي، عامل دوالع، حبل منوي، عنده قصي هاجره، وانا سنين عمل القصي الهاجره تعرض لمعالجه كيماويه، اخذ ادويه مثل اللي عنده مثلا حمى البحر البطاطس اخذ كولشستين او كذا، في ادويه بتاثر معروف عنها مؤكد انه بتاثر، تعرض لحراره بالصغر، بيشتغل بمنجم، بيشتغل بياع شاورما، بيشتغل بفرن، هذا كله مهم جدا. القصه السريريه كثير بتهمنا لناخذ فكره عن عمليه تشكل النطاف او عمليه الانطاف خلينا نسميها عند الرجل. الشغله الثانيه الفحص الفيزيائي ايضا مهم، نشوف حجم القصي، في دوالي عنده ولا لا، في ضمور، طبعا ممكن نستكملها بالاستقصاءات هلا بنشوف. هلا الشغله الثانيه لازم نعمل تو سيمن اناليسيز، فحصين للسائل المنوي، فحص واحد كثير بيجي المريض بيعمل فحص خلص ما في شيء، طب بلكي الفحص غلط، بلكي كان بوضع كان واطي لسبب ما. شوفوا فتره شكل النطاف عليها خلافيه من 60 ل 73 يوم، اذا واحد صار معه حراره عاليه هلا من هون لاسبوع، بعد 63 يوم او بعد فتره شكل النطاف اذا عمل تحليل بيطلع واطي، بس اذا عاده بعد اسبوعين بيطلع طبيعي، اذا بيصير تثبط بسموه جزئي او مرحله شكل النطاف. لذلك مهم جدا نعمل بفاصل بين شهرين لثلاث شهور تحليلين سائل منوي، حتى لو كان طبيعي بجوز يكون صدفه المخبر ما مدقق عليه او عنده مشكله ثانيه او تحليله متردد، مشكله هرموني، اذا مهم جدا نعمل فحصين للسائل المنوي. هلا اذا عملنا فحص سنوي، الفحص شو بدلنا؟ اول شيء فحص السائل المنوي بدلنا على انه العدد الطبيعي والحركه الطبيعيه معناتها انتاج نطاف جيد، ثاني شيء بدلنا على وظيفتين، اول شيء على وظيفه الدفق اللي بنسميها الايجاكوليشن، هي مهمه جدا لانه بدون اذا ما عنده دفق او عنده دفق راجع ما راح يطلع سائل منوي، معناتها اذا قدر يعمل عينه معناتها عنده الدفق طبيعي. الشغله الثانيه وظيفه الغدد الملحقه، انتم بتعرفوا شيء 90% من السائل المنوي منين بيجي؟ من الحواس المنوي من البروستات، فاذا كمان وظيفه اذا ثلاث شغلات بنعرفها فرد مره دغري او مره واحده بفحص السائل المنوي، وظيفه الغدد الملحقة، عملية الدفق، وعملية إنتاج النطاف أو عملية الإنطاف بشكل عام. هلأ طلع الدليل WHO 2020، نحن لحد هلأ عم نشتغل، كنا يعني لحد من شيء هذا من مصر أقل من شهر طالع، حتى حصلنا عليه من أقل من أسبوعين، هلأ صار معتمد عالميا، هلأ بنشوف القيم تغيرت، نحن لهلأ عم نشتغل على 2020. لذلك هلأ أنتم كلكم مطالبين بالفحص بأن واحد بهذا 20 لانه تغير وكل شيء لحق بلش يغير القيم الطبيعيه. طبعا هن ال WHO اخذت مخابر معياريه ستاندرد، يعني وزعت على ملاحظين على عده دول واخذت المخابر المعياريه وشافت انه بتعرفوا لما يعدوا القيمه الطبيعيه بياخذوا من الكوهورت صدي او يعني مجموعات حشديه كبيره وبشوفوا قديش اللي حمل خلال سنه بشكل طبيعي، اخذوا وسط السائل المنوي فطلع معهم. ملاحظين اول شغله الحجم واحد اللي علمته الاصفر هذا تغير عن اللي قبل، كان 1.5 صار 1.4، فوق ال 1.4 بنعتبره طبيعي. الشغله الثانيه العدد كان 15 صار 16 مليون، ما في فرق كبير، 16 مليون بس بشرط انه يكون المجمل 39 مليون، يعني اذا واحد عنده 16 مليون وعنده الحجم 1.4 على القد يعني او 1.5 بيكون طبيعي؟ لا، لانه لازم لحتى اذا كان العدد 16
لازم يكون الحجم على الاقل شيء 2.5 لحتى يطلع 39 مليون، يعني احنا العدد لحاله ما بيكفي، العدد بشرط انه يكون المجمل بالمقذوف كله 39 مليون، تمام؟ او 16 بالام ال مثل ما قلنا الاجمالي هيك، هلا الحركه كانت 32 صارت 30% التقدميه، التقدميه هي الاي والبي، يعني الحركه السريعه والحركه البطيئه، يعني عم يتحركوا لقدام. اثنيناتهم 30%. هلا الحركه الاجماليه الاي والبي والسي، السي هي الحركه بالمكان، لانه النطفه واقفه بس عم تتحرك بالمكان، هي دورها بالتلقيح قليل بس هي بتفيدنا الاقصاب المساعد، فلازم يكون مجموعهم 42%. هلا الفيابيليتي او الفيتاليتي تيست لازم تكون 54 كانت 58. هلا بنشوف كل وحده لحال. الفيابيليتي هو النطاف اللي ما انا متحركه، مو معناتها ميته، هي ممكن تكون عايشه، في ناس طلعوا كل النطاف 100% ما انا متحركين، بنعمل لها فيتاليتي تيست طلع عنده 30% احياء، فهذا ممكن يفيدنا للاخصاب ايضا المساعد، هذه بسميه النيكروزوسبين. هلا رح نحكي عن المصطلحات شوي. هلا البقيه ما تغيروا، هو فوق 7.2 بالنسبه للبي اتش بكفي نقول فوق 7.2. الراوند سيلز او اللوكوسايت تحت الواحد، طبعا راوند سيلز ممكن ناخذ لحد 5 مليون بالام ال. هلا الموضوع التراص لحد 50% وما عاد في له مثل ما قلنا. طبعا السبير مورفولوجي 4% ضلت 4% ما تغير، اذا 4% عندنا اشكال سليمه بنعتبر طبعا الاشكال بعد اجراء ستيننج. المشكله بالاشكال معظم المخابر مو معظم كلها تقريبا ما بتعمل ستيننج، لانه ستيننج هو عاملين يعني دكتور رفائي تسعيرة يمكن 500 بال ما بعرف او 1000 ليره بس ستيني مكلف شيء 6000 المواد تبعه، فيعني كله ما بيعمل، بيقدر بيطلع على المشهد بيقدر انه انا عندي 70% طبيعي. طبعا اذا بده يعمل طبيعي مستحيل يطلع 70%، هو الطبيعي 4%، بس اذا بده يعمل ستيننج يلون النطاف بدها تكون مكلف جدا، اغلى من تكلفه التحليل، لذلك هي بيعانوا منها المخابر بيعملوه تقديري بالنسبه للستيننج. فهلا لاحظين بالتلويم ممكن يطلع عندنا هي هذا بسموها الجلوبوز سبيرمن الرؤوس المدوره، ممكن يطلع عندنا يعني اي مشكله الماكروسيفالي او الميكروسيفال بالنسبه للراس، مشاكل بالاكروزوم ما بتظهر الا بالستيننج بالتلوين، تمام. هلا بالنسبه للسائل مثل ما حكينا بنرجع 60% منه بيجي 60% منه بيجي وين؟ من الحويس المنوي. طبعا الحويس المنوي لا هو طبعا غده فيها بتلاقي البشرة تبعها حليمية مشان تعطي سطح واسع، بتفرز مو بس بتفرز حتى الفريكتوز، بتفرز العوامل المخسرة للسائل. طبعا العوامل المخسرة للسائل تطلع من السائل المنوي، مشان هيك لما ينزل السائل المنوي بينزل متخسر. العوامل اللي بتحل هالخسرات مين بتطلع؟ من البروستات، بس لانه بمر السائل المنوي بسرعه ما بتلحق تحلهم، بتلاقي مستنى نص ساعه لحتى هالعوامل الحاله للتخسر تكون اخذت دورها ولحتى انحلت. اذا العوامل المخسره مين بتطلع؟ من المقلونه اللي بتعطي الناتجه من الحويصل، العوامل اللي بتعدل هي من البروستات. اذا البروستات بشكل 60%. هلا ملاحظين 20 ل 25% من البروستات بينفرز بالسائل، معناتها لاحظين 85% من السائل المنوي جاي من البروستات ومن الحويصل المنوي. اذا واحد عنده انعدام نطاف بتاثر بيقدر يميز حاله؟ لا، لانه السائل ما بيتاثر بزيد نص سنتي، فمعناتها لو عندنا انعدام نطاف لو ازوسبيرمن بتلاقي السائل بيكون شبه طبيعي، خاصه كمان الغدد ملحقه مثل غدد كوبر وهدول بيعطوا نص بالمية ايضا ملاحظين، والمفرزات البربخ والمفرزات تبع الطرق التناسليه يعني شيء 90% جاي برات النطاف بشكل 5-10% فقط، تمام. اذا هي البروستات رح يفرز العوامل الحامضيه اللي هي دورها بتطلع قبل احيانا هي غدد كوبر، الغدد البصليه الاحليليه هي اللي بتعطينا الماده المعقمه للاحليل، بتعرفوا الاحليل مانو اللي بيسموه احيانا المذي اللي مو بيطلع هو نفسه مجرى البول، فبتلاقي بتطلع قبل لحتى تعقم لما يطلع السائل المنوي يكون عقيم بشكل جيد. اذا البروستات مهمه جدا، لذلك هلا بنشوف الافات اللي بتعمل البروستات ممكن تاثر على اكثر شيء على شو؟ على اللزوجه، باعتبار انه هي اللي حاله للتخسر، وبتاثر على فتره انحلال السائل، وبتاثر على البي اتش باعتبار انه هي بتعدل. هلا في عندنا اختبارات نوعيه مثل الزنك، مثل السيتريك اسيد، هي مثل احيانا الكارنيتين بيعملوا له تحليل، الاسيد فوسفاتاز، الفركتوز، هي بدلنا يعني اللجوء الى قليل لانه صار في عندنا اختبارات اسهل، بس لازم هي موجوده بالجايد لاين حتى الان.
هلا اذا هدفنا بالاصل في نقطتين بدي ركز عليهم بالتحليل. اول شغله انه التحليل لازم نعمله تسفيل، لانه في شغله اسمها كريبتوزوسبيرميا، كثير بتجوا بالتقرير كريبتوزوسبيرميا. كريبتوزوسبيرميا يعني بالعدد بالحال الفحص الطبيعي طلع ما في نطاف، بس لما سفلنا لقينا كم نطفه تحت. هذا بيفرق بالتدبير، لانه هذا بده نعمل له اف ان اي ونشوف، هذا ما بده. اذا طلع مجرد طلع لو نطفه واحده بالسائل المنوي ما عاد في انديكيشن للخزعه او الاف ان اي او التستيكولار مابينج اللي بنسميها الخريطه الخصويه. تمام، اذا مهم جدا هون يصير في بعد التسفيل. والمهم مثل ما حكينا من شوي انه يكون عندنا تحليلين بفاصل شهرين لثلاث شهور او من واحد لثلاث شهور، لانه ممكن يكون في مصبط لسبب خارجي بشكل عام. اذا هالنقطتين هدول لا ننسى موضوع الكريبتوزو سبيرما. هلا اتعدل شوي، تذكروا فتره الامتناع كنا نقول 3 الى 5 ايام ل 6 ايام، تغير الجايد لاين الماضي كان عم يقول 2 ل 6 ايام، هلا التغير رح يصير 2 ل 7 ايام. يعني اذا واحد له من 7 ايام ما صاير يعني افراغ او ما صاير استمناء او ما صاير علاقه زوجيه ممكن يعمل سائل منوي. اذا معنا الراحه من يومين ل 7 ايام. طبعا الشروط الثانيه كلها بتعرفوها، يبول يعقم مزبوط يغسل من الصابون الى اخره، لانه بغير البي اتش تبع السائل المنوي. اذا هذا احفظوها، هي تغيرت بالنسبه لفتره الامتناع او الابستيننت ديز، هي 2 ل 7 ايام. هلا في ناس فكر اذا فتره طويله احسن، الفتره الطويله بنقص الحركه فكمان ما منيح، والقليله طبعا بيطلع قد يتاثر العدد. اذا ما دائما الفتره المنيحه طبيعيه. ملاحظين بعد ما طلع الجايد لاين جديد او تبع الدبليو اتش او تبع 2020، في ناس كثير كانت مصنفه عندها مشاكل طلعت ما عندها مشكله. يعني هلا بيجينا مرضى كلكم كل اللي عم يشتغلوا بيعانوا معهم، تلاقي على اساس العقم عند الزوج وكل تحاليله 20 18 19 مليون ومعه هيك، والمره بتقول انا ما في شيء الشغله عند الزلمه، تطلع تحاليله كلها طبيعيه على الجايد. فكثير ملاحظين قريب ال 40% من المرضى اللي كانوا مصنفين عقم ذكري صاروا عقم انثوي، لانه طلعت التحاليل بتجي الصعقه الاولى للزوجه بتكون بتقول لها الزوج ما في شيء، اكيد المشكله عندك، لازم اعوذ بالله كل الاطباء قالوا غير هيك. فيعني هي بتصير كثير بنواجهها، لانه بتلاقي خاصه ما كل اللي بيعمل الا هلا حتى تاريخ اللحظه للاسف ما في مخابر بتكتب القيم الطبيعيه 60 مليون و20 مليون بعده على القديمه اللي ما طورها حتى تاريخ اللحظه بخابر ابدا. القيم لما تحط القيم الطبيعيه جنبها بتلاقي يا 60 يا 40 يا 20. هلا الجديده هلا ما الكل معتمدينها بشكل عام. هلا طيب شو اذا بدنا نقيم اكثر شوي، اذا لقينا مثلا عندنا نقص بالحجم اقل من 4 شو لازم نساوي؟ طبعا اول شغله اذا عندنا الحجم اللي شو بنفكر اول شيء يا سب اوبستراكشن يا قذف راجع اكيد. لذلك هون طبعا ممكن الـ 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 تكون يعني عندنا احتمالات تشخيص كثير، ممكن عندها سيستيك فيبروسيس انسداد، ممكن عندها قصور اقناد، يعني في التشخيص التفريقي كبير. بس هون بهالحاله هي لازم نعمل شو اهم شيء، نعمل ايكو عبر الشرج لنشوف في مشكله غياب حويص المنوي عندهم، لانه بتعرفوا الحجم 90% منه من السائل المنوي من البروستات. بدنا نشوف عنده ضمور بروستات، عنده طبعا اذا في اصرار بروستات ما عنده قذف ابدا. نحن بنعاني كثير موضوع اصرار البروستات انه ما بينبهوا المريض انه بعده ما عاد يصير قذف، وبالتالي ما عاد يصير حمل طبيعي بعد عمليه اصرار البروستات. ما عاد يصير حمل طبيعي اذا واحد فكر يتزوج او فكر بعد اصرار البروستات، حتما بده يلجا للاخصاب المساعد لانه بصير قذف راجع وما عاد في شيء اسمه استخلاص او اي او اي من البول، لانه تبين انه ما له اي فائده، فحتما بده يلجا للاخصاب المساعد اذا كان. اذا عندنا نقص حجم اهم شغلتين بنفكر فيهم القذف الراجع او الجزئي او التام او سبب. طبعا القذف الراجع بتعرفوا اسبابه عديده، ممكن مشكله له علاقه بالسكري، ممكن يكون له علاقه بالحاله النفسيه، ممكن له علاقه بمعصره المثانه. القذف بده 4 شغلات رئيسيه ليصير، 4 شغلات موجوده. اول شيء وجود السائل، سلامه الاقنيه التناسليه، سلامه معصره المثانه اللي هي لازم تسكر اثناء القذف، هي بسموها حجره الاغلاق مشان يصير قذف الامعي فيزيولوجيا. شغله الاخيره سلامه الاعصاب، اذا ما في اعصاب تحرض للتقلصات العضليه كمان، فاذا تاثرت الاعصاب لسبب ما مثل انقطاع على سبيل المثال، السقوط من الظهر او تاذي الحبل الظهري او النخاع الشوكي الانتهائي، اول عرض له هو انذار القذف. بتلاقي اذا السكري اذا ضربت الاعصاب، جيلانبري اذا ضربت الاعصاب، اذا سلامه الاعصاب هي جزء من المرتكزات الاربعه للقذف بشكل رئيسي. هلا الاسبيرميا هو انقطاع، الانقطاع بشكل عام اللي هي الغياب، طبعا الاسبيرميا بنقول انقطاع المني كاسمها، فهي غيابها بشكل عام انعدام القذف، ممكن يكون قذف راجع كامل، ممكن يكون في مشكله بالقناه الدافقه احيانا بحالات تليف او تاذت نتيجه عمل جراحي سابق. هلا الفيسكوزيتي او اللزوجه، اللزوجه في شغلتين بدكم تميزوا بيناتهم، في شيء اسمه بتشوفوا فتره تميع السائل.
هي لازم في يعني، وفي الزوجه بعدها طبعا. الزوجه لازم ما نستقصيها لبعد ما نستنى فتره تميع السائل، يعني فتره تميع السائل هي ناجمه قلنا على حتى الانزيمات البروستاتيه او الموثيه تاخذ مفعولها، تمام؟ بعدين بنشوف الزوجه بكفي ناخذ، ملاحظين هي البايبت الصغيره عفوا، هي نمسكها ناخذ سائل ونتركها شوي، لازم يكون الطول هذا اذا اكثر من 2 سم معناتها في عندنا لزوجه. اما فتره تميع السائل الوضع مختلف، اذا هي بنساويها بعد ما نستنى فتره تميع السائل بشكل رئيسي. طبعا بتاثر بالحالات الشديده، بس اذا كان بوست كوتال تيست ايجابي هو الاستطباب الوحيد للبي سي تي. هلا بنشوف هو فرط الزوجي، اذا قدرت النطاف تتداخل مع مخاط عنق الرحم معناتها ما هالزوجي ما لها مشكله. لأن كثير بتلاقي مريض عنده فرط لزوجي، انا والله ما باخذ لك كثير اعتبار، بتلاقي فرط لزوجي وجايب ولد ولدين، مجرد منجب او البي سي تي ايجابي معناتها ما هي السبب الرئيسي، لانه كثير بيعلقوا انه لزوجي بيعطوها اكثر شيء، ببلشوا يعطوه هذا المقشعات، وعلما انه في دليل علمي انه ما بتفيد ابدا ابدا ابدا. تلاقي المريض يا حرام بمضي 3-4 شهور ويسعد ويبذل وما ما له اي فائده ابدا على الاطلاق، تمام؟ اذا هذا هي طبعا الاب نورمال قلنا فوق 2 سم مثل ما حكينا. المشكله دائما هي بتكون في زياده بالكلوتينج انزيم، يعني الانزيمات المخثره الموجوده بالبروستات، او احيانا اي التهاب البروستات بصير في افراز زائد احيانا ممكن يعملنا زياده في اللزوجي. لذلك احيانا كثير فرط اللزوجي بيترافق مع التهاب مزمن، لذلك علاج الالتهاب قد انه يفيد اللزوجي احيانا. اول مقاربه اصلا نبحث عن الالتهاب ونعالج الالتهاب اذا في، خاصه بموضوع البروستات بشكل رئيسي. اذا زياده اللزوجي مثل ما حكينا، نفكر اي مشكله التهابيه بشكل عام، وطبعا بتاثر هلا حتى غياب اللزوجه بتلاقي في مشكله كمان بيكون بعمليه سبرماتوجينيسيس لازم ناخذها، وغالبا بيكون في غياب للقناه الناقله للنطاف. هلا البي اتش هلا بتعرفوا انه صار فوق السبعه، قلنا المواد المقلبه منين بتجي؟ بالحويص المنوي. الحامضيه منين بتجي؟ هلا اذا زاد افراز البروستات ما في توازن بزيد حموضه السائل، اذا زاد قلت افراز مثل التليف البروستات، احيانا بعض الالتهاب يبدا بوذمي بعدين بصير تليف، التليف بينقص الافراز، لما ينقص الافراز بشو بتزيد؟ القلوبني. احيانا اثناء وضع السائل بننتبه كثير، احنا بنعاني منه انه بحط صابون، بتلاقي اذا نزل صابون بالسائل بتزيد القلويه، فلازمنا ننتبه كثير بالاستجواب انه ما يكون طبعا مهم جدا المقاربه هي للمريض تكون. طبعا عمليه البي اتش في سهله، وقلنا فوق 7.2 نعتبره طبيعي. اذا هي نفس الحكي ما راح. هلا بالنسبه للحركه، طبعا هلا المعتمده حتى بالجادلين نفسهم الاربعه، يا انه يا حركه سريعه او حركه بطيئه. طبعا ما راح اقول لكم من 5 من فوق 22، من 5 ل 22، من 1 ل 5 الحركه بالمكان انجستروم او بيكون بالثانيه، فيعني صعب شوي بدها مخبر او يشتغل على الكازا سيستم كمبيوتر اسيست سبيم انالايزر. هذا نحن وسطيا اللي بالمخاب تجيكم هيك، اللي حركه بالمكان، هدول مجموعا لازم يكون هلا جديد 42%، واول الاول بي لازم يكون 30%، كلهم 42%. طبعا والاموتايل قلنا اموتايل مو معناتها ميت، ممكن يكون لانه كثير بيجيك المريض بيعبر انه انا عندي النطاف الميت كثيره، هي مو شرط تكون ميته مثل ما قلنا الفيتاليتي تيست. هلا الاستينوزوسبيرميا، هي اشع شيء، هي وهن النطاف، يعني نقص حركه النطاف تحت 30% بالاي والبي، تحت 30%. طبعا لها اسباب عديده، احيانا اذا كان الحط العيني بجو بارد كثير، البرد ممكن ينقص حركه، او مثل ما قلنا الفتره الطويله اذا المريض متعرض لاشعه، اذا بعض الاسباب المناعيه اكثر الردود على الخصيه اللي عامل تداخلات على الخصيه ممكن يعمل فيه الضاد للخصيه ذاتيه تؤدي لنقص حركه النطاف بشكل عام، الاوتو اميونيتي، تمام؟ اذا ايضا كل ساعه بتنقص الحركه 5% بشكل عام، او بشكل عام او بعد 3 ساعات تصير تنقص الحركه بشكل، اذا تاخروا بالفحص عليها بالمخبر لسبب ما كان المخبر موجود على سينس. اذا الاستينوسبيريما شغله كثير مهمه. هلا الفيابيليتي بالنسبه للعيوشيه مثل ما قلنا قبل كانت 58%، هلا صارت 54%. هلا اذا انت بنعمل فيابيليتي بتشوف بتلاقي كثير في تحليل ما فيها فيابيليتي، اذا كان واحد عنده حركه 60% في داعي نعمله اياها؟ اكيد، لانه اذا متحركه اكيد عايشه.
اما اذا كان تحت ال 40% هلا حد 40% بنقبلها لانه يعني ضمن الحركه المقبوله اللي قادر على التلقيح، اما اذا تحت ال 40% لازم نعمل الفيابيليتي بشكل عام. فمعناتها الفيابيليتي ما دائما بنعملها. طبعا له طريقتين، في طريقه بسموها الايوزين نيجروزين، بنحط نقطه ايوزين وثلاثه نيجروزين مشان نشوف بيبين مين النطافه العايشه من خلال النفوذيه الغشائيه للنطفه. هي نفس هي الصوره بتلاقي اللي بيطلع لونين للنطاف، او اختبار الهوس. الهوس هو بنحط ماده العلاقه بالتوتر الحلولي، بتلاقي النطفه السليمه بتكون النفوذيه الغشائيه سليمه، بتلاقي بتنتبج بصير راس النطاف كبير. مشكلة بالهوس انه اذا استخدمنا ما فينا نستخدمها للاقصاب المساعد، بس للاستقصاء، لانه بعد ما يكبر راس النطفه ويصير بتتاذى احيانا باغلب الاحيان. لذلك وممكن استخدامها بعض هلا المحاليل الجديده، والثاني ما ممكن، بس بيكشف لنا قديش في عنا عايش. يعني مثلا واحد طلع عنده 100% نطاف غير متحركه، بدنا نعمل اجباري الفيتاليتي تيست او الفيابيليتي تيست اذا كان بتلاقي، مشان نعرف انه نسحب له من الخصيه ولا ممكن نفكر باخذ النطاف. في بعض المحاليل صارت حتى بتعمل حركه صغيره عند هذول اللي عنده نقص، غالبا بيكون عنده نقص انزيم الكارنتين نفسه اللي هو دواء في نفس الاسم موجود او الارجنين، بتلاقي بيساعد على الحركه. هلا السبير مورفولوجي، سبير مورفولوجي موضوع جدل. مثل ما قلنا اللي بالمخابر بيعطوه تقريبي تقديري، بالمخبر اللي بيعمل ستيننج تلوين للنطاف بعشر مراحل في للتلوين، فهذا بيعطينا هلا نحن لحد 4% المعتمد عالميا بسموه كروجر كريتيريا. كروجر هو من جنوب، بعده عايش لهلا، اجى على سوريا بال 2010. كروجر هو بجنوب افريقيا حط هالمعايير. اي نطفه شكلها غير طبيعي سواء بالراس او بالقطعه المتوسطه او في انجوليشن او كبر شوي، اي نطفه ما بتعجبه للمحلل بحطها غير طبيعيه. لذلك بدنا نحن 4% يكون سليمه 100%، اي وحده بوردر لاين بنعتبرها انه غير سليمه. اذا هذا هي بشكل عام. طبعا النطفه بشكل عام طولها معروف، طول الراس 5، القطعه المتوسطه 5، عرض 2.5، هذا 50 ميكرون. هي بشكل عام 70% من الراس شو نواه ومغطى بالاكروزوم او الجسيم الطرفي بشكل عام. كلكم تعرفوا تشريح النطفه، تشوهات الانواع شيء بالراس وشيء بالقطعه المتوسطه وشيء بالذيل. اكثر شيء اللي بياثروا طبعا الراس والقطعه المتوسطه، الذيل اقل خاصه بموضوع الاقصاب المساعد، بس مهم جدا بالنسبه للقاح الطبيعي. طبعا التصنيف معروف وموجود ما بده كثير شرح. هلا الاجلوتينيشن او التراص في شوية تراجع. هلا التراص اول شيء بدنا ناخذ النطاف نطفه لنطفه. كثير احيانا بنلاقي في شيت من المواد المخاطيه بالسائل المنوي، بنلاقي النطاف متراصه عليه، هي ما محسوبه تراص. المحسوب التراص النطاف للنطاف واللي عم تمشي، شوفوا قديش لحد 50% نعتبره طبيعي. فمعناتها كثير في تراجع عن موضوع السبب المناعي للعقم عالميا، تمام؟ فاذا هذا هو الاجلوتينيشن، ملاحظين بتكون نطاف للنطاف، نطاف ضمن المعشيت نطاف او مع شيء ثاني ما بتعتبر تراص بشكل عام. هلا بالنسبه للانتي سبير انتي بودي، طبعا ممكن نشوفها بدم الام، ممكن نشوفها بدم الاضداد، يعني حاله نادره بس ممكنه، يا بدم الزوجه يا بدم الزوج يا بالسائل المنوي يا بالسائل المهبلي. انا بزمان اجتني حاله، يمكن ما بعرف اذا حكيتها للدكتور رفائيل، قبل ما اسافر على فرنسا، قديم الحاله ب 92، حولوا لي مريضه والدكتور ايمن الخطيب كان موجود عندكم هون، هو اللي حولها. فهي المريضه كل ما يصير جماع عند زوجها بصير عندها وهط وبيسعفوها، شو اسمه وهط وعائي وبتغمى وكذا، بتجي اسعاف سياره تعب بيروح بعلقوا لها سيروم. فيعني مشكله، صار الزلمه كل ما بده، زوجها بيحبها كثير، كل ما بده ينام معها بجيب الدكتور بحطه بالغرفه الثانيه وبجهز سيروم. كل ما بده يصير حياه زوجيه بجيبها بحط بجهز سيروم كذا. الدكتور كان يضل اللي اسمه هذا مختص بهالشغل بيت، ما راح نحكي بيت مين، لانه يجيبها. فاجى لعندي حوالي، فعلا راحت بعتها عند الدكتور كزبري تبع القلبيه، قال له هي ما لقى اي شيء، قال له اخي اعتها عضله القلبيه خلص ممنوع يصير حياه زوجيه ابدا، يعني لما اديوباثيك، هذه لما الواحد يعجز بيقول هذا اديوباثيك. اجت لعندي شو الحاله، وانا بعدها بشي اسبوعين سافرت وقتها، فاجيت قلت خلينا نجرب. خطر ببالي وقتها انه اللي يكون في اضداد عم تصير معها صدمه تأقيه او كذا، قلت له خذ هي تو كوندومز. قلت له وين نازل؟ قال لي انا نازل بالبيت جنب العياده، كانت عيادتي بعدها بالريف بعد المخيم. فقلت له، قال لي نازل هون جنبك بالبيت وعند قرايبينا. قلت له اخي خذ هدول تو كوندومز، حطهم اثنين فوق بعض وجرب حياه زوجيه وتعال عندي، انا مجهز السيروم هون. عرفت كيف؟ فاجا راح، فعلا راح بعد شوي ما صار شيء. اجى لعندي، اول ما اجت هو ومرته عم يبكي، يا دكتور والله ما صار شيء، اول مره بحياتنا ما صار شيء. ف
فطلع عنده عم يصير صدمه تاقيه من الاضداد. طبعا بعدين قلت له ضلك هلا 6 شهور لحتى تزيد الاضداد، واعطيناه وقتها بريدنيزون. بعدين انا ما عرفت معه لما رجعت من فرنسا سالت عنه، قال له صار عنده 3 اولاد. اي بقى هذا الحاله بقى. اذا الاضداد موجوده، بس هي نادره جدا، بس ممكن تكون احيانا شديده. الراوند سيلز، هي مشكله كلنا بنعاني منها وانتم رح تعانوا منها. هلا الراوند سيلز هي اللي بتشمل الكريات البيضاء مع السبرماتوسايت، مع الخلايا النطفيه، تمام؟ ما حدا بيقدر يميز بيناتهم على المجهر العادي. لذلك كثير احيانا بتيجي المريض معه زرع، بتعطيه علاج على الزرع، برد بيجيك بالسائل المنوي 20 ل 30 كريه، بتعطيه دواء مره ثانيه زرع ثاني بتعطيه بيرجع 20 ل 30 كريه، مشكله، ما عم تروح الراوند سيلز هي ممكن تكون سبرماتوسايت. لذلك عالميا وقفوا عادي عدوا هدول، قالوا نحن بنعمل اول شيء عد للراوند سيلز، الراوند سيلز هي السبرماتوسايت لازم تكون تحت 5 مليون، اذا فوق ال 5 مليون بنعمل شيء اختبار ثاني اسمه لوكوسكرين، بتميز قديش بيناتهم لوكوسكرين اختبار ثاني، قديش في كريات بيض بيناتهم قديش سبرماتوسايت، لانه اذا سبرماتوسايت ما أنا مشكله، ما بدها شيء، عرفت كيف؟ ما بدها اختبارات ثانيه وزروعات وضل المريض ياخذ علاج التهاب، كثير بيعاني منا نحن بنعاني منا اللي بيعالج سائل منوي، وانتم رح تعانوا منا انه المريض بيقول لك عندي التهاب، وما بيكون التهاب، تمام؟ بيعمل زرع بيطلع سلبي احيانا، واحيانا بيطلع ايجابي، زروعات ببلدنا المخابر الموثوقيه كثير قليله، يعني ممكن تكون يعني يطلع تلوث خارجي او من الانابيب او اذا او طريقه وضع العينه. لذلك بدنا ننتبه للراوند سيلز، اذا كان فوق المليون كوسطيا بنعمل اختبار اللوكوسكين واختبار بسيط واختبار البيروكسيدات بيميزنا قديش في كريات بيض، بس بالمجهر العادي اللي بالمخابر العادي لا يمكن يميز. وهي لو في طبيب مخبر بقول لكم ما ممكن سبرماتوسايت مثل الرأي. لذلك بنقول عد الراوند سيلز، اذا كانت تحت المليون ما بدها شيء، اذا فوق المليون بنعمل لوكوسكرين، وهو هذا اللي طبعا الكريات الحمر بنشوف ما بنستهتر بوجود كريات حمر. طبعا احيانا بتكون بسبب عمليه استمناء الرض اللي بيصير، واحيانا بيكون اذا في كريات حمر كثير فوق العشرة كريات ممكن يكون لا سمح الله في مشكله تنشؤيه. مهم جدا الخلايا الابتلائيه دائما من طريق البولي، من جهاز البولي. هلا الاختبارات النوعيه، في اختبارات نوعيه رح اعلق عليها بعض الشغلات. الانتي سبيرم انتي بوديز بتصير قلنا في تراجع عنها، وانا حقيقه يمكن بالسنتين ثلاثه ما بطلبها الا اذا شيء قصه هيك ما في. هلا بدي اجيب الهايبو الهوست، اللي حكينا عنه، الهوست بينطلب اللي هي لنعرف قديش في اختبار ثاني للفيتاليتي تيست اذا كان شكينا فيه. السهل اللي بيسووه المخابر هو الايوزين نيجروزين، هذا سهل، بس احيانا نطلب الهوست لحتى نتاكد من السبب ما اذا صار في عندنا فشل تلقيح مثلا بعمليه اخصاب مساعد. هلا سبيرم بنتريشن اسي بصير على بيوض الهامستر، ما بصير اختبار حيوي كثير. هلا البي سي تي، في مبالغه، في كثير ناس بتعمله بالعيادات وبتقول لك انه بيجي توصيه المؤتمر تبع 2008 انه عدم اجراء البي سي تي ابدا، لانه هذا عمل وراه يعني بيعمل بي سي تي بيطلع سلبي بس يعمل اختبارات ثانيه ومناعيه وكذا، طلعت الملحقات تبعه كثير، توصيه انه ما يساوي، هو الاسباب الوحيد اذا في عندنا فرط لزوجي مشان نشوف انه تداخل بين المخاط وبين المطاف. المشكله شو اللي عم يصير هون بالبلد؟ اي واحد بده يعمل بي سي تي شو بقول له؟ روح ورجع بعد ساعتين. يصير جماعة بعد ساعتين تبين انه النطاف السليمة بتدخل خلال ثلث ساعة لجوا، بعد ساعتين ما راح يلاقي غير نطاف الميتة، بقول له والله كل نطاف ميتين عندك حموضة بالرحم، هي الحموضة بالرحم منين جايبينها ما بعرف. كثير من الأطباء ما في شيء اسمه حموضة، شو؟ عندك حموضة بالرحم بصير تاخذ كورتيزون. قلنا العامل العنقي صار نادر جدا، المناعي قليل ما في داعي له، بصير تاخذ كورتيزون بتلاقي المريضة بتجي بتكون عندها مشكلة، بصير عندها مشكلة بدانة، مشكلة شعرانية، إذا البي سي تي عمليا ماله. انا والله ما عملته من 20 سنه ولا مره، ما عملته ابدا ابدا، لانه المرضى اذا كان في عندهم يعني لزوج عالي عم نقربهم دغري يعني، اما ما في داعي لاجراءه ابدا. وشيء اسمه حموضه بالرحم ما له فعليا موجود، يمكن الكل اللي بيشتغلوا بالعقم بيعانوا حموضه، وخذي بريدلون وخذي، ما في له داعي ابدا. البي سي تي ما عاد له مكان، وتوصيات الجمعيه الاوروبيه بعدم اجراءه الا بحالات استثنائيه خاصه. في حالات خاصه كيف انا يعني احيانا يعني انا بقول اذا صارت زلمه ما رضي يعمل ابدا ابدا ولا باي شكل اشكال سائل منوي عايش بالريف، قلنا تصير جماعه تعي دغري خلال ثلث ساعه لنشوف ان في عنده مطاف ولا بكي ازو نعطيها علاجه. فاذا هي حالات استثنائيه فرديه ما لها علاقه ابدا. هلا الفحص البول بعد الجماع على مرضى القذف الراجع لنتاكد انه في نطاف بالبول ولا لا، هذا كثير مهم جدا. في الهيميزونا السي، هي بنشوف المستقبلات
او التداخل بين المستقبلات تبع النطفه والبيضه مضبوطه بياخذوا اذا بين الزوجين. احيانا في البيوت بيكون عندها مشكله مستقبليه، على كل حال هذا صعب، بناخذ قطع للزونه، بناخذ من زونه متبرعين او من زونه الهامستر. الاكروزين السي هو اختبار تفاعل الاكروزومي، ايضا من الصعب اجراءه. هلا اذا هذا هو البوست كورتال تيست اللي حكينا عنه. اهم شيء هو عمليه بفيدنا لنوعيه مخاط عنق الرحم مشان نشوف للمستطبين نشوف اذا خلص الوقت. انا عفوا انا معناتها بمشي بسرعه الشغلات المهمه هي حكينا عنها. هلا هذول بالنسبه للريبورتنج انا بعتذر جدا استطردنا. الريبورتنج بالنسبه لكلكم تعرفون اوليغوسبيرميا هي نقص النطاف تحت ال 30 عفوا الاوليجو ندره النطافي تحت 16 بالام ال، الاستينو تحت 30، تيراتوزوسبيرميا تحت 4% اشكال طبيعيه، هذول الثلاثه مع بعض، لازوسبيرميا انعطاف، البوليزوسبيرميا اذا عندنا عدد كبير من النطاف فوق ال 200 مليون كمان مشكله، يعني ممكن تاثر على الالقاع، هي النقطه الاساسيه لانه بتشوفها بالتقرير، الهايبوسبيرميا لما يكون الحجم اقل من 1.4 بنسميه هايبوسبيرميا لانه هي بتنكتب بالتقرير، هايبرسبيرميا لما يكون الحجم كبير، هلا الحجم اذا فوق 6 ملي مو احسن، ممكن يكون نفكر بانتان او مشكله بالغدد، يعني اذا الحجم السائل كبير اول شغله بنفكر فيها هو الانتان، لذلك لازم نعمل اختبارات، الاسبيرميا انقطاع المني، الفيوسبيرميا وجود قيح بالمني، هيماتو وجود دم بالمني، نيكروزوسبيرميا يكون العدد صفر، الحركه صفر، اذا الفارر ايفاليويشن. هلا بالنسبه لتحليل الدم بنعمله بحالتين، لما يكون العدد تحت 10 مليون او في مشكله بالوظيفه الجنسيه، معناتها عندنا مشكله بالتستوستيرون. البرولاكتين بنعمله بحالات نقص ايضا بالرغبه الجنسيه، البرز لازم يكون ضعف او ضعفين الطبيعي، والبرولاكتين ما يجرى بشكل طبيعي هو عمليا اي واحد بيخاف او بشكه الابره بتوجعه بيطلع بروكتين عالي، لذلك لازم نعمل شيء اسمه بول اوف برولاكتين، بيحط الكانيولا بياخذ ثلاث عيارات بياخذ الوسط تبعهم، هذا لازم يجرى. ولازم ننتبه انه التستوستيرون مثلا بامريكا ممنوع اجراءه لحاله، لازم نعمله مع 6 هرمون بايدنج جلوبولين، لانه نحن بدنا التستوستيرون الحر، 6 هرمون بايدنج جلوبولين ممكن يزيد بعض الحالات وينقص بعض الحالات. رح خلي المحاضره انا مشان الوقت. هلا الاختبارات الثانيه هو موضوع سبيرم دي ان اي انتجريتي، سلامه الدي ان اي والجينيتك تيستينج بشكل رئيسي. الدي ان اي هو الاساس، هو الدي ان اي فراجمنتيشن اندكس اللي هو ممكن يصيب طاق واحد او طاقين او الاسس الازوتيه، وهذا من الابيجينتكس، من الشغلات الخارجيه اللي بتصير، له اسباب عديده، اهم الاسباب الخارجيه ما يتعلق له علاقه بالحراره، بالبيئه، بالتلوث البيئي بشكل عام، الاشعه، التعرض للمواد السامه بشكل عام، البدانه، التدخين، الكحول الشديد اللي عرفتي، كل هاي ممكن تعملنا زياده بالدي اف اي. مثلا بياع شاورما بتلاقي احتمال دي اف اي عنده عالي كثير، اللي بيشتغل بفرن هذا كله دي اف اي. طبعا الوحيد اللي يجرى من الاختبارات هو الهالوسبيرم اللي يجرى بسوريا، وطبعا بالهالوسبيرم بنشوف اللي حواليها هاله تكون سليمه، اللي ما عندها هاله بتكون فيها تشظي بشكل عام. اللي مؤكد انه لازم ينعمل بفيد هو بالفقدان الحمل المتكرر وبالان اكسبلين بيل انفرتيلتي طبعا، وطبعا المرشحين للاي بي اف اللي عندهم فشل تعشيش، تبين انه ثلث المرضى الميل انفرتيلتي الان اكسبلين هو بيكون عنده دي اف اي عالي. هي الدراسه من سوريا طلعت بهالموضوع. هلا الفاريكوسيل هي شغله كثير، احيانا بيكون واحد عنده دوالي حبل منوي وعنده تحليل طبيعي وكل شيء طبيعي، بتدرب يعمل دوالي هذا وما عم يصير حمل، هون لازم نعمل له دي اف اي. اذا طلع الدي اف اي عالي هذا استطباب للجراحه، فاذا الدوالي لانه تبين انه اذا 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 عملنا الدوالي بتنقص نسبه الدي اف اي وبالتالي بتزيد نسبه الحمل عنده. طبعا هو 5 مرات اقل. طبعا النطاف الخصوبيه بشكل عام هي اقل بكثير من انه تتاثر وزيد فيها الدي اف اي، لذلك مقاربه الدي اف اي هي اول شغله، مضادات تغيير لايف ستايل موديفيكيشن، بعدين مضادات الاكسده، تغيير نمط الحياه اذا واحد بيشتغل بحراره نبعده على البرود، هي حكينا مضادات الاكسده، اخر شيء ممكن نوصل لانه ناخذ نطاف خصوبي لانه نطاف خصوبي ما فيها دي اف اي وممكن نلجا لها احيانا. الازوسبيرميا انا راح اتجاوزها، بس راح احكي عن طبعا كاريوتاب من المقاربه التقييم الضروري، لانه اذا في كلاين فلتر في شيء لازم نعمل كاريوتاب. الواي كروموزوم بيكرو ديليشن انه يكون في جزء من الحذوفات من الصبغي، هاي فيها الاز اف جين. الاز اف هي ثلاث اقسام رئيسيه، الا والبي والسي. الا والبي خلينا نشوف بالسلايد اللي بعدهم، طبعا بتصير بالمولكيولر ستدي وموجود باغلب المخابر. هلا شوفوا الاي راح يطلع عنا سيرتون سيل اون سيندروم، اذا عملنا له وطلع اي معناته ده ما عنده نطاف، ما في داعي نعمل له خزعه ولا نعرضه لخزعه، فهذا حتما لازم نوقف عند هون. البي ايضا ماتيوشن ريست وما في امل ابدا يطلع نطاف، لذلك نحن بنعمل مولكيولر ستدي، طلع اي او بي خلاص بنوقف، عرفتي؟ طلع سي هذا ممكن نعمل له اف ان اي ونحفظ له النطاف، واحيانا بيكون عنده عدد بسيط، هذا مهم بالمولكيولر ستدي. طبعا في دراسات كثير عملناها من سوريا ما راح اتعرض لها هلا.
هلا النقطه الاساسيه انه انتم بتلاحظوا كثير بيجيكم تقارير سيرتول انسيلي سيندروم عنده خلايا سيرتولي 25% ممكن نلاقي لانه الخزعه الغيت، ممكن يكون في جزر منتجه، كيف بتدور على الاشفي جزر منتجه، اللي عندهم اتروفي ممكن نلاقي ب 20%، اللي عندهم ماتريشن اريس بنلاقي ب 40%، كلاين فلتر كثير في مرضى ممكن نلاقي 40% بنلاقي عندهم احيانا وبصير عندهم حمل ولو انه كلاين فلتر تام، بس بتكون هذا ايج ريليتد، يعني هذا بصير عنده تليف خصي بالمستقبل وقصور تام، بس اذا لحقناه بسن مبكره ممكن نلاقي عنده نطاف وبصير حمل. ملاحظين هي حاله من حالات كلاين فلتر اللي هالبؤره صغيره بتكون منتجه اذا اخذناها. ملاحظين كيف هي بالمايكرو تي اس اي اذا كانت بتلاقي النوبيبات الناقل المني ستيمينفرس تيبل واسعه شوي بتوسع، طبعا سيكل بابينج بيعطينا قلنا الاسدبسي هو الوحيد اللي ممكن نلاقي عنده نطاف ونعرضه لعمليه خزعه. الكونكلوجن انتم لحالكم تروها. شكرا جزيلا واعتذر عن تاخير، انا اخذني الوقت.